الكوباية دي عيارها 200 سنتي بالظبط، وتلاقوها مع علبة المحلول في الأجزخانات ومراكز علاج الجفاف. احنا هنسيب العيل يسهل ويلف على الأجزخانات؟ احنا بنعينها بالبرق. زادت نقصت؟ غلط. كيس محلول معالجة الجفاف الواحد لازم يتدوب في 200 سنتي مية بالتمام، لا نقص ولا زيادة. وإذا زادت المية هيجرى ايه؟ المحلول يبقى خفيف وفايدته تقل. وإذا نقصت المية؟ المحلول يبقى تقيل على معدة العيل ويضره. وفرض ما لقيتش الكوباية دي، تجيبي إزازة حاجة ساقعة صغيرة فاضية، عايري بيها المية في الكوباية. كيس واحد فرغيه في الكوباية ودوبيه كويس، واسقي العيل منه بمعلقة صغيرة واحدة واحدة، وكل ما تخلص الكوباية وتلقي العيل لسه عايز اعملي له غيرها وغيرها، واستمري في الغذاء والسوائل مع المحلول لغاية الإسهال ما يروح.